المرجع السيد كمال الحيدري، بارك الله فيه وبارك في عمره. هذا الرجل قام بمراجعات كثيرة في المذهب الشيعي، وخرج بنتائج في منتهى الجراءة والشجاعة. بصراحة لا يوجد مرجع سني الآن، يعني يصح أن يسمى مرجعاً، قام بمثل هذه المراجعات لما عليه أهل السنة، وصدمنا ببعض الأشياء التي لا نريد أن نحب، لم يحصل بهذا الحجم. هذا الرجل بارك الله فيه فعل هذا. طبعا انظروا الآن كيف يكفر الشيخ الحيدري، وكيف يزندق، وكيف أنه لا يستحق المرجعية أصلا، وكيف أنه كذا، من الشيعة طبعا مش من السنة، من الشيعة. سباب وإقذاع، تحصل موجود عند الجميع هذا. لكن سبحان الله فقط هم الأئمة، وهم الذين لهم حالة خاصة مع الله وموقف خاص من الحقائق ومن الأدلة، وعندهم قدر كبير من الصدق وخشية الله تبارك وتعالى، هم الذين لا يبالون إن بالوا إلا بماذا؟ إلا بما يكون لهم عند الله تبارك وتعالى. أما العامة والناس والمصالح والمعنويات والماديات، لا يقدمونها إيش؟ على رضا الله. اللهم اجعلنا منهم واسلك بنا سبيلهم. والقضية خطيرة، أخطر مما نتخيل يا إخواني، أخطر مما نتخيل.